يكون كام؟ لو تسحب انت
بيكون من خمسة ثمانية بيكون من اثنين لأربعة نانو جرام، وفي الشيلدرن بيكون عالي أكتر 100% بيبقى خمسة ثمانية. ليه ربنا خلى إن في سكريشن للجروس هرمون أفتر بيوبري؟ إذا كان مش هيحصل جروس. ده اللي إحنا بنسميها لو تيومن إفكت. أولاً ميتابوليك إفكت، تاني حاجة ده المهمة اللي هو وير أند تير. إيه وير أند تير؟ أنت بتكسر شوية خلايا بتبنيهم تاني، نمو، مفيش جروس، مفيش بوزيتيف نيتروجين بالانس، يبقى في نيتروجين بالانس. لما الجروس هرمون يقل هيتكسر الخلايا ومش هتتبني. فهذه الكونديشن از كاركترايزد باي وات وي كول جنرالايزد بري ماتشور قبل اوان رابيدلي بروجريسيف سينيليتي، عجز بدري قبل ما عاد. تلاقي مثلا الشخص ده عنده 17 18 19 سنه شعره ابيض خالص، بنسمي هذه الكونديشن اوف جنرالايز بري ماتشور رابيدلي بروجريسيف سينيليتي بنسميها بروجيريا. بروجيريا يعني عجز بدري. ايه الكاركترز اوف بروجيريا؟ ايه الكاركترز اوف بروجيريا؟ اول كاركتر ما عندوش جروس هرمون فيؤدي الى جنرال مانيفستيشن. وكمان ما عندوش لا كورتيكوتروبين ولا جلادوتروبين ولا سايروتروبين، يبقى عنده رقم اثنين سكندري مانيفستيشن due to generalized endocrine hypofunction. العند عنده endocrine hypofunction. بمعنى تاني العيان اللي عنده بان هايبوتيتريس يكون عنده بروجيريا، عجز قبل الاوان. ايه البروجيريا؟ generalized premature rapidly progressive senility. تتميز بايه؟ بحاجتين. جنرال مانيفستيشن عشان نقص الجروس هرمون دلوقتي، وفي نفس الوقت كل التروفيك هرمون نقص، فيبقى عنده كل الاندوكراين جينات المعتمده على البيتوتري مش شغاله، فعنده سكند مانيفستيشن ديو تو جنرالايز اندوكراين هايبوفانكشن. جنرال مانيفستيشن اول حاجه تلاقيه خاسس قوي، جنرال انشيشن. وكلمة initiation لما تشوفها في القاموس يقعد يقول لك ايه دي كده حسية، حسية شديدة، جلد العظم. فعلا جلد العظم كل المسلز هيحصل فيها اتروفي. احنا اتفقنا كل يوم بكسر جزء من الخلايا وابنيها تاني قدها. هكسر مش هبني، النهارده هكسر، بكره هكسر، تاني تالت ورابع لغاية ما يحصل general initiation severe risk of body weight. دي واحد. نمبر 2 العيان ده عنده ايه؟ شعره بيكون بريماتشور جريف اوف سكالب هير. السكالب هير بتاعه بيبقى جريف، بيبقى مبيض، لسه عنده 12 سنه وتلاقي شعره ابيض. بريماتشور جريف اوف سكالب هير بلس لوس اوف بودي هير. كل حاجه بتطبخ حتى الجلد بيطبخ، فالجلد از رينكل، وحتى السويت جلاند اللي موجوده فيها بيحصل فيها اتروفي، فتلاقي دراي رينكل سكين، دراي رينكل سكين، دراي رينكل سكين، جلده مكرمش ودراي. نمبر 4 المسلز اللي حطوه في الاناتومي الانتر اوسياي واللومبيكنز ومش عارف الكلام ده كله هيبقى اتروفايد. فتلاقي بيبقى حاجه اسمها شرانكن ابيرنس اوف ذا هاندز اند فيت. هو طبعا عظم لما يقل الجروس هرمون هيكسر تاني؟ طبعا احسن. لكن ايه اللي يحصل؟ كل المسلز اللي محوطه بهذا العظم هيحصل فيها اتروفي، فيحصل شرانكن ابيرنس للهاند اند فيت. طب السبب في مانيفستيشن شكلها ايه؟ ما عندوش دي اس اتش، يبقى عنده ديكريز ثايرويدال فانكشن.
المرة الجاية. هيعمل ايه على بوم مارو؟ مفيش ثيرويد هرمونز، هيقل السينسس اوف ار بي سيز، هيقل الاسكويسس، والعيال يبقى عنده انيميا. يبقى ديكريز ثيرويد فانكشن، ديكريز ان ذا بيزل انرجي اكسبندشر البي اي اي، وفي نفس الوقت بيجيله انيميا. نمبر 2 ديكريز سوبرارينال كورتيكال فانكشن، مفيش كورتيزول. هو بيعمل الكورتيزول عموما كده جنرال، بيعمل ايه في الجلوكوز؟ اي هرمون ممكن بيزود، لا ممكن مليون متفرج. الوحيد اللي بينقص هو مين؟ انسولين. فبيزود الجلوكوز، ما عندكش انت كورتيزول، يبقى العيال ده عنده هايبو جلايسيميا. هتاخدوا بعد كده ان شاء الله بالتفصيل، اتكلموا على الكورتيزول ده بيزود ضرب الجلوكوز ليفل، وفي نفس الوقت بيبقى شبه الالدوستيرون. فيعمل ايه في الصول الموتر؟ كان بيعمل الالدوستيرون السنه اللي فاتت في السيركيليشن، كان بيعمل بيزود البي ابزوربشن للصوديوم اكسشينج ويز بوتاسيوم. اقولها النهارده، فكان بيدخل صوديوم، والصوديوم لما يخش يحب الميه، فيعمل ايه في البلاد فوليوم؟ يزوده. بيعمل بلاد بريشر؟ يزوده. مفيش عندي كورتيزول، هيحصل في البلاد بريشر هايبوتنشن. ويوجوال العيان ده بيموت من ايه؟ سيفير هايبوجلايسيميا او سيفير هايبوتنشن، بيتكرر عليه. يبقى العيان ده عنده هايبوجلايسيميا اند هايبوتنشن. مفيش دم واصل للبودكاست كلها، العضلات تعبان جدا قوي، جنرالايز ويكنس. يبقى هايبوجلايسيميا هايبوتنشن اند جنرالايز ويكنس. مفيش جونادال فانكشن، مفيش جونادال توربينز. في الستات هيجيلهم الفيميل امينوريا، وفي الرجاله هيجيلهم ايه؟ هيجيلهم ستيريليتي اند امبوتنس. ستيريليتي اند امبوتنس، او اللي هي هايبوجونادز. انا عندي تقريبا حوالي 100 عيانه، 100 عيانه مش 100 عيان، وكلهم كان جايلهم سيفير بوست بارتم ديمج بعد ما ولدت وجابت الوقت. تقول لك لما جبت الولد اتفرد ظهري واتسند، ولما جبت البنيه اتهد الحيطان عليا، مش كده؟ فتتدلع، هي مش تدلع، قوم يا ابني كده تعبانه مش قادر اقوم، تعبانه حمدان، بتدلعي ولا ايه؟ لغايه ما يبتدي بقى روح الدكتور كفته، بلاش شويه فيتامينات هتبقى زي الفل. ما في شويه راح الدكتور تاني كفته تاني، لا واضح انها اكتئبت شويه لما جابت البيبي، تعبت تنام كويس وبتاع، روح دكتور نفساني. كان هو جوه ايه؟ ابن خالي الكفته الاولاني. اديكي بقى دواء تدلع لك الدبريشن. ده الدواء من هنا، خلص عليها من هنا. قالوا لي هسيبكم منه، ده في دكتور شاطر قوي. معلم مش عارف ايه الصبح. اعمل ايه على طول؟ بلاد جلوكوز بار. بلاد بريشر بتاعها 8 على 50 هايبوتنشن. تاني تخس جامد جدا قوي. سيفير ويكنس عندها انيميا. اعمل لها سيرويد فانكشن اللي هي كلها واطيه جدا قوي. بس ايه في سيرويد فانكشن يبقى واطي؟ عايز واحد جينيوس، واحد اوت ستاندينج، واحد ريماركبل. يعني ايه ريماركبل؟ يعني فرق تعبان. مين في السيرويد فانكشن يبقى قليل؟ التي 3 ولا التي 4 ولا التي اس اتش؟ والواحد جينيوس. ها؟ الثلاثة طبعا ناقصين. البي اس اتش واطي جدا عشان مش طالع من البيتيوتري، وبالتالي السبب مش شغاله، فمش لا تي سي ولا تي فوق. لا كلهم بيكونوا فيري لو. عامل لها حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها هرمون ريبليسمنت سيرابي. اديها السيرويد هرمون، واديها الكورتيزون. تيجي العيالة فعلا بعد اسبوعين احسن كتير، احسن كتير ليه؟ مش عشان السيرويد اشتغل، لسه ما اشتغلش، عشان بيه الكورتيزول اشتغل،
بلاد بريشر زاد، البلاد جلوكوز زاد، كانت فوق، تيجي بعد 40 يوم ايدك هتبص يا دكتور، بص يا بنت. هذا هو الباد هايبرتنشن. لما اتكلم بقى على اخر حته البيتيوتري اللي هي البوستيريور بيتيوتري، بنقول ان البوستيريور بيتيوتري بيسموها اسم تاني، بيسموها نيورو هايبوثيسس. قلنا زمان ليه بيسموها نيورو هايبوثيسس؟ عشان كونكتد باي هايبوثالامو هايبوثيسيا تراك تو ذا ايه؟ تو ذا هايبوثالامس. هذه النيورو هايبوثيسس صعصع بقى معايا. بتسكريتس تو تايب اوف هرمون. اجمل اقول ريليز تايب اوف هرمون. لما جيت لكم برضه بالتشويس كويشنز هتروحوا تمتحنوا اعتقد بعد اسبوعين تقريبا. الترم بقى احط لسه ما مسكتوش مذاكر ايام. يبقى اظن في امتحان اظن كويز امتحان مفاجئ. هيكون امتحان مفاجئ بعد اسبوعين من النهارده عشان تبقى انا باكد معلومه ثانيه. امتحان مفاجئ. فتقام ما تخش تتفاجئ معقولة؟ النيور هايبوثيسس بتريليز بالسكريت اجمل ليه؟ لان الهرمونز دول اصلا متصنعين فين؟ متصنعين هايبوثالامس. هذا تو هرمون مين هما؟ نكبر بقى شويه. اولا فازو بريسيب اسمه الثاني الاي دي اتش الاوكسيتوسن او ريسو فيزين. وليه بيسموها بريسو فيزين؟ بريسو بيبي بريشر بيزود البريشر. فيزين هايبوثيس ايه الهرمون؟ الهرمون اللي بيطلع من البوسيل بيتيوتري بيزود البريشر. هناخد كمان شويه من ده عباره عن بيبتايد 9 امينو اسيد. واول امينو اسيد اسمه ارجينين. فساعات بيسموها ارجينين اي في بي فازو بريسين. ده عباره عن في راس السوق اسمها اي في بي. ونقط في المناخير اسمها اي في بي. وانا عم بستخدمها فين؟ اي في بي اللي هو اسمه ارجينين فازو بريسين. ليه؟ ان في سبيشيز ثانيه في الضفادع والحاجات دي كلها موجوده عندهم بس اول واحد لايسين مش ارجينين. فده بيكونش افكتيف او النيتشر منها برضه مش افكتيف، لكن الافكتيف لازم يكون اول امينو اسيد اللي هو الارجينين بيسموها ارجينين فازو بريسين. تاني هرمون اسمه بي تو سي جاي من البيتيوتري او الاوكسيتوسين او الاوكسيفيزين نفس القصه. ده الهرمون اللي بينشط يوتراين كونتراكشن بتاع البيتيوتري. هذا تو هرمونز عباره عن بيبتايد هرمونز. ازاي بيحصل لهم فورميشن؟ انا شايفك رافع ايدك بالصوت عايز تجاوب اسفل. بروتين الهرمون بيصنعه ازاي؟ اولا بيصنعه بدايه التصنيع فين وعلى هيئه ايه؟ لا مش خلاص. جنرال بروتين هرمون في البرودكشن. سينسز بروتين هرمون. بيصنع فين جوه السل؟ في اون ذا راس اندو بريست كريتور از بريكيرسر ماكرو مولكيولز ويتش از بريشر انكتد اسمه بري برو هرمون. يخش بعد كده في الاندو بريست كريتور يحصل له كليفج يتحول لبرو هرمون. اثناء الباكينج السكيتر جلوز يتحول لايه؟ هذا البرو هرمون يحصل له كليفج الى هرمون نفس القصه. دول بيصنعوا اولا طبعا في خلايا موجوده في الهايبوثالامس كبيره جدا اسمها ماكرو سيلولار نيورونز اللي موجوده في مكانين السوبرا اوبتيك والبارا فيتيبرال نيوكليار. بيصنعها على هيئه ايه جوه هذه السيل؟ على هيئه بري برو. خلي بالك بري برو بريسوفيزيك and pre pro oxidizine. اثناء الباكينج مش عارف اسمها التفاصيل اثناء الباكينج انتو سبيت الجانيوز هذا البرو بريسوفيزين هذا البرو بريسوفيزين وهذا
هنا في عندي السوبر اوبتيك والباور انتجرال نوكليار يصنعوا لك هذه المانيو سيلولار سيلز يصنعوا لك مين؟ الاي دي اتش والاوكسيتوسن اللي هي الاوكسيتوسين والبيرسوفيزين يحصل لهم مايجريشن الونج ذا اكسونز هو التوصيف بعد كده حاجه اسمها اكسوبلازم فلو تو بي ستورد فين؟ تو بي ستورد في الاكسون تيرمينالز في النيرف اندز في الاكسون تيرمينالز وزين سيتيجانيوز ويل بي كليف تحت ايه؟ ايه هو؟ البرو بريسوفيزين يتحول لبريسوفيزين اند نيوروفيزين 1 خلي بالك نيوروفيزين اسف 2 النيوروفيزين ده اللي هو عباره عن الاكتف فاجنت والبرو اوكسيفيزين يتحول الى اوكسيفيزين اند نيوروفيزين 1 ايه اهميه النيوروفيزين عموما؟ دي المسؤوله عن الكارج of the prestophysine and oxytocin from the magnocerebral neurons within the hypothalamus to be stored in the posterior pituitary. هو اللي ومش بس كده بيفضلوا ماسكين فيهم جوه سيتوجينيوز. Act as a storage protein. يبقى زي نيوروفيزين 1 و 2 زي act as carrying protein and storing protein. ازاي بيحصل ديليز لهذه الهرمون في المسير البيتيوتري ان هذه الماجنوسيلر نيورون اوف ذا سوبر اوبتيك اند بارافنتيكولار نيوكليار ويل جنريت اكشن بوتنشال لان هو انا عندي خالص يطلع اكشن بوتنشال الاكشن بوتنشال ده ريفرسال اوف بولاريتي غيرنا الفولتج اكروس الممبرين ولما يوصل النيرف اندن لما اغير الفولتج اعمل ايه؟ افتح ايه؟ فولتج جيتد كالسيوم شانل زي بالظبط بتوع سيرت ترانسميشن لما افتح الفولتج جيت الكالسيوم تشانلز هيخش الكالسيوم يعمل لي ريليز للهرمون وبرضه يقول كالسيوم ديبندنت اكزوسايتوزس كالسيوم ديبندنت اكزوسايتوزس يبقى زي ريليز باي ان اكشن بوتنشال جنريتد وزين ذا ماجنوسيلر نيورونز اوف ذا سوبر اوبتيك الفارماتيكولوكلاي اوف ذا هايبوثالامس which release this hormone by what you call calcium dependent exocytes. طلع عندي الهرمونات واول هرمون هيطلع عندي اللي هو اسمه ايه؟ الهرمون الاولاني اللي اسمه الفازوبريسين او اللي هو ال ADH. الفازوبريسين او ال ADH ده عباره عن بيبتايد هرمون تسعة امينو اسيد تسعة امينو اسيد فيسموها نونا بيبتايد نونا بيبتايد يعني ايه؟ يعني تسعة امينو اسيد بيطلع منين اساسا؟ بيطلع اساسا من السوبر اوبتيك نوكليار ده الاساسي هشوفه دلوقتي بالتفصيل وليس اكستنت بيطلع من الباورا فنتريكولار نوكليار يمشي في بلاد ستريم عشان يوصل للتارجت اورجن عشان تبايند ذا ريسبتورز فور ذا هرمون. طيب بيطلع منين المونو بيبتايد ده اللي هو الفازوبريسين نمبر 1 زي ما قلنا من السوبرا اوبتيك نوكليار. خلي بالك الاثنين هرمون الفازوبريسين والاوكسيتوسين الاثنين بيطلعوا من السوبر اوبتيك وبارامنتيك. السوبر اوبتيك بتطلع اساسا فازوبريسين او الـ ADH وليس اكستنت بتطلع اوكسيتوسين. البارافنتيكولا بتطلع اساسا اوكسيتوسين وليس اكستنت اللي هي الـ ADH. فالسوبر اوبتيك نوكليار مينلي بيسكريت الفازوبريسين which is the posterior pituitary to reach its target organ. رقم اثنين ودي بقى جميلة جدا تشوفوها من حوالي 12 سنة تقريبا بيطلع من البارا فنتيكولار نوكليار. ركز بقى معايا. بارا فنتيكولار نوكليار. بص على بس هنا. ادي عندي سوبر اوبتيك اهي. ودي البارا فنتيكولار نوكليار. الهرمون بيصنع هنا ويمشي الومز اكسون باي اكسوبلازمك فلو وست
السطور من هنا ويطلع من هنا من جنرال سيركيليشن. برضه حاجه غريبه جدا قوي ان بعض من هذا الاي بي اتش بيطلع من باور بيتيكال نوكلياي، ركز بقى معايا، ويطلع من حته مدوره في النص كده بالظبط، في النص اسمها ايه؟ ميديان ايمينس. ويطلع من هذه الميديان ايمينس يروح لفين؟ يروح للسلوزا هايبوسلام وهايبوفاسيال فوق سيركيليشن عشان ياثر على خلايا اسمها الكورتيكوتروبس. ركز بقى معايا. يبقى اليوشوال روت العادي خالص بيطلع هذا الفازوباسين او الاي دي اتش من السوبرا اوبتيك نوكلياي مينلي ديس اكسنت بارابيتيك. يمشي ازاي؟ الون ذا اكسون زين ريليز فروم بوستيريو بيتيوتري جنرال سيركيليشن. جزء منه اللي طالع من البارافيتيكال نوكلياي. وجدنا ان في تركيز عالي جدا من هذا الاي دي اتش فين؟ في السيرد فينتري. وجدناه عالي جدا فين؟ في السيرد ايه؟ السيرد فينتري. وجزء كبير جدا بيبقى كو سكريتد مع الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. هو الكورتيكوتروبين هرمون ده بيعمل ايه؟ كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ده بيطلع من فين؟ انتيريور بيتيوتري عشان يعمل ايه؟ عشان يروح للكورتكس. اصل اسم دلع تاني اسمه اي سي تي اتش يروح للكورتكس ويعمل كورتيزون. ده بهذا الاي دي اتش كو سكريتد معاه مع الكورتيكوتروبينيزي هرمون and through the medial eminence مش posterior pituitary through the hypothalamus hypophysial focal circulation stimulate the corticotropes. وده بعد كده سبحان الله ربنا عمل ليه انه بيطلع بهذا التصوير. Okay. What are the receptors and mechanism of action of vasopressin? الفازوبريسين له 3 types of receptors موجودة في الكدني أساسا وشوية بره الكدني، يبقى رينا وإكسترا رينا ريسبتورز، تلات أنواع. فازوبريسين ريسبتور بيسموها في ريسبتورز، في 1، في 2، في 3. الفي 1 لاسم دلع تاني في 1A، والفي 3 اسمها دلع تاني في 1B، ونعرف الاسم واحد. اولا ده بروتين بيبتايد هرمون، ده بيبتايد هرمون، يبقى الريسبتور بتاعه موجود فين؟ يس اون ذا سيمبل برين ولا سايتوبلازم نيوكليس؟ اون ذا سيمبل برين نمبر 1. بيتحد مع الريسبتور، مش اكتيفيت هذا التارجت انزيم دايركتلي بس من خلال جي بروتين. يبقى اسمه ايه الريسبتور بتاعه؟ جي بروتين لينك هرمون ريسبتور. دي واحده ثانيه. ما بيشتغلش بنفسه على طول من جي بروتين. ده الجي بروتين ده بيعمل ايه؟ بيشغل سكندري ميسنجر. يبقى اقدر اقول عليه ان هذا الاي دي اتش بيشتغل من خلال ثلاثة ريسبتور كلهم عباره عن ايه؟ جي بروتين كلهم جي بروتين كابلد ريسبتور. جي بروتين كابلد ريسبتور كلهم. الفي 1 بيشتغل ازاي؟ من خلال الجي بروتين كابلد ريسبتورز. احنا قلنا هو البيبتايد ده بيشتغل ازاي عموما البروتين هرمون؟ ايه الام بتاعه في الاخر؟ بيعملوا ايه؟ البروتين والبروتين هرمون شو بيعملوا ايه دول؟ simulate the activity of the target cell protein اللي هو الانزيمز. ايزا دايركتلي مش موجود او سوجي البروتين. بوث ميكانيزم may involve second messenger. ده هو جي بروتين وسكند مسج خلاص قفلناها. يبقى كلهم بيشتغلوا في 1 وفي 2 وفي 3 سو جي بروتين. يشتغلوا على السكند مسجر. اول سكند مسجر اللي هو فوسفولايباز سي. كان بيعمل ايه فوسفولايباز سي؟ كان بيعمل ايه؟ فوسفولايباز سي كان بيعمل ايه فوسفولايباز سي؟ كان بيشتغل على سم بين فوسفوليبن يعمل لهم ديستراكشن يحولوا الى ايه؟ دراي اسايل جليسرول ديستون دراي
ركز بقى في النقطة دي. الاثنين ده فوسفور هاي بيسي داي اسايد جليسرون انستول ترايفوسفين. ده بيشتغل من خلال بس انستول ترايفوسفين. هو بتعمل ايه انستول ترايفوسفين؟ كان بيعمل ايه؟ انا شايفك سحرة من الصبح طلعت. شايف كده ايه على الجين كده؟ وانت عارف طبعا مكتوب على الجين لازم ايه؟ اشوف واحدة طلع طلع جوه كده صغرمانين زي بطوط كده وميكي تمام عامل ذهب هذا الاستوتروفوسفيت از ا كالسيوم موبلايزر ات موبلايزز كالسيوم ويز ستورز يبقى عمل ايه في الانترا سايتوبلازم الكالسيوم زوده يبقى في 1 ريسبتورز اللي اسم الثاني هو دلوقتي اللي سموها كده اللي هي في 1 اي بيشتغل من خلال ايه في الاخر؟ من خلال جي بروتين دبل ريسبتورز فيزود لك الاستول تراي فوسفيت ولما ازود الاستول تراي فوسفيت ازود مين؟ ازود الانترا سيلولار كالسيوم. امال في تو ريسبتور بيشتغل ازاي؟ نفس القصه من خلال جي بروتين دبل ريسبتور اكتيفيت ادراي سايكليز ولما يشغل ادراي سايكليز يزود لك سايكليز. امال ال في 3 او في 1 بي بيشتغل من خلال ايه؟ من خلال برضه الجين بروتين دبل ريسبتور. ركز بقى معايا. استيميليت الفوسفولايبيز سي which goes break down الهوبيبين فوسفوليبيد عشان يطلع داي اسايد جلسرول. والداي اسايد جلسرول بستخدمه لل بروستاجلاندين سينثيسيس. عشان كده ليه سموهم بقى 1 اي 1 بي؟ ان هما الاثنين دول بيشتغلوا على مين؟ على السن بين فوسفولايبيز سي. ركز بقى معايا. تو باس ويز انستول ترايفوسفيت من هنا الاستور اللي اسمه ايه؟ اللي هو اسمه انستول ترايفوسفيت من هنا ومعاه مضاد اسايد جلسرين اللي يؤدي البوستاجلاند. في الفي 1 اي الليمب اللي بيطلع ده اسايد جلسرين بيحصل له ابورشن. يعني يطلع الليمب الاولاني ما يكتملش. فبيشتغل من خلال حاجه واحده بس اسمها انستوترافوسفين. الفي 3 الليمب اللي بيطلع انستوترافوسفين ده مش شغال، بيشتغل مين؟ بتاع البوستا جلاندس فسموها في 1 بي. ليه؟ ان هما الاثنين بيشتغلوا على نفس الريسبتورز، هما الاثنين من خلال جين بروتين كابل ريسبتورز، هما الاثنين من خلال فوسفولايبيز سي، بس واحد يشتغل من 1 ليمب انستول ترايفوسفيت والتاني بيشتغل من اذر ليمب بتاع نفس الانزيمز اللي هيطلع لك البوستا جلاند. لكن يسموها في 1 اي في 1 بي ان هو نفس الانزيمز بتاع الاثنين. What are the function of ADH؟ ركز بقى معايا وصحصح جدا جدا في اللغه. What are the function of ADH؟ بيعمل ايه ال ADH؟ ال ADH له شغلين مهمين جدا قوي. الشغل الاولاني كفانكشن بيشتغل على الكدني والجزء الثاني خارج الكدني اكسترا رينال. يبقى انا عندي رينال افكت واكسترا رينال افكت. الرينال افكت بقسمها لجزئين. ايه اللي موجود في الكدني؟ موجود حاجتين. موجود تبيونز وبلاد فيسلز. يبقى اشتغل على نمبر 1 على الرينال تشوبولار سيستم وتاني واحده يشتغل على مين؟ على نمبر 2 رينال فاسكولار سيستم. ما هو مفيش في الكدني الا رينال تشوبولار سيستم وتحط بلاد فيسلز رينال فاسكولار سيستم. والاكسترا رينال هيشتغل على الفاسكولار سيستم وبيشتغل في حاجات الاسترس. عشان يشتغل ADH على الرينال تيوبولار سيستم هيشتغل على ايه؟ انت في رينال تليون ما تاخدوش تسجلني مش كده؟ مش عامل حاجه خالص. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على هذه الكدني. ربنا خلق عندنا اثنين كدنيز كل كدني تحتوي على 5
functional unit. وال functional unit of the kidney اسمها نيفرون. كان عندنا 1 مليون نيفرون في اتش كيدني. مكون من ايه النيفرون؟ اللي هو ال functional unit of the kidney. مكون من جزئين. الجزء الاولاني اسمه رينال كومباسيت. رينال بصل معايا بقى رينال كومباسيت. الجزء الثاني رينال تبيوز. والرينال تبيوز متقسمه الاولاني خالص اسمه بروكسيمال تبيول. بعد كده تيجي حاجه اسمها لوب اوف هيمن. رقم 2 رقم 3 ديستال تبيول. صح معايا كده ديستال تبيول. الديستال تبيول رقم 3 الحته الاولانيه دي الايرلي ديستال تبيول والحته الثانيه دي اسمها ليت ديستال تبيول. الكدني بهذا المنظر ده النظام الكدني من بره ودي الجدار بتاعها من جوه هنا الرينال بلفس حوض الكلى اللي بيصب مليان البول بتاعه يورين اللي ينزل بعد كده في اليورين. زي ما انتم عارفين اي اورجن الجزء الخارجي منه اسميه كورتكس والجزء الداخلي اسميه مجرة. يبقى دي اسمها ليت ديستال تبيولز دي هسميها كورتيكال تبيول. صح معايا الكورتيكال تبيول الجزء الاولاني ده بسميه جزء الخارجي كورتيكال تبيول والجزء الداخلي ده ميدالا كولكتنج تبيول. يبقى عندي كورتيكال تبيوز ومدار الكوليكتنج ده بعد كده يبدا تكمل لغايه ما يصب فين؟ يصب في مينا الفلفس ينزل بعد كده اليورين على اليورين ويكمل. ايه فايده المينا الكومباسل؟ مكونه من ادي ارتريول بيسموه افرنت ارتريول اللي خدتوه في السيركيليشن. الافرنت ارتريول بيدي كابيلاريز ويطلع من الناحيه الثانيه افرنت ارتريول. يبقى دي افرنت ارتريول جلوميرولس افرنت ارتريول. معلومه صغيره الجلوميرولس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كابيلاري. خدتوا السنه اللي فاتت تقريبا البريشر في الكابيلاريز الهايدروستاتيك بريشر بيكون 35 يبقى في الارتيريا يقل و15 في فينس اند اي كابيلاريز. الكابيلاري دي بتقيل من ايه؟ كابيلاري اي كابيلاري دول بتقيل من ايه؟ ارتيريول وفينيول من هاي بريشر ولو بريشر فدايما تبقى في الضغط بتاعهم متوسط. ده المكان الوحيد اللي في الجسم ان الكابيلاري بتوين تو ارتيريول. احنا قلنا الكابيلا ما بين هاي بريشر ولو بريشر سايد ارتيريول وفي نيو. ده المكان الوحيد اللي في الجسم ان الكابيلا بتوين تو ارتيريول يعني بتوين تو هاي بريشر ارتيريول. يبقى الضغط جوه الكابيلا هنا ايوه ده واطي ده اعلى بريشر في اي كابيلا في جسمك كام؟ 60 ملم مربع 60. عشان ايه الكلام ده؟ عشان هذا البريشر بابا عليك هذا البريشر العالي قوي جوه هذه الجلوبيرس عشان بتوين تو ارتيريول يعمل ايه؟ ضغط عالي جدا دي كابيرس فمحال يروح معدي الفلويد جوه مين؟ الرينال تبيولز. يبقى ربنا خلق ليه هذه الجلوبيرس بتوين تو ارتيريول عشان يبقى هنا جواها هاي بريشر نيد فور فلتريشن اوف ذا بلازما.
يعدي الميه والصوديوم والجلوكوز والبوتاسيوم الحاجات المفيده والويست برودكت الحاجات المش مفيده. ركز بقى في النقطه دي. الحاجات المفيده هعمل فيها ايه؟ ما هو كل هذه التبيوز كلها متحوطه بالبلاد فيسلز بالكابيلز كلها. او هعمل حاجه اسمها مودل مفيده، اعمل حاجه اسمها مش ابزوربشن ري ابزوربشن. ليه؟ اللي حصل اول ابزوربشن في الانتست. والحاجات اللي مش مفيده اعمل فيها ايه؟ اسيبها تفضل ماشيه 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 لغايه ما تخرج بقى كده ايه في ما عملهاش ري ابزوربشن. ماشي ماشي كده. نزل عندك الميه. الميه دي مهمه جدا. هيعمل ايه الـ ADH؟ من خلال يعني الكابيلاري سيستم من خلال الـ V2 ريسبتورز. تعمل الـ V2 ريسبتورز دي؟ بتزود السايكليك ان بي، تدي باور. Increase cyclic NP على اي تبيوز قد معايا. عليت الديستنت تبيوز ادي واحد. على الكورتيكال كولكتنج تبيوز اثنين. على الميدالي كولكتنج تبيوز رقم ثلاثة. بالترتيب كده. الجزء ده والجزء ده والجزء ده. يعني فيهم ايه؟ هتكبر الخلية كده. اي واحدة من دول. قال اليومن بهذا المنظر. وادي التوبلر سيل. ركز بقى معايا. جوه هذه التوبلر سيل، بابا تاني اللي هو التوبلر سيل، ليت ديستنت تبيول وكورتيكال كولكتد تبيولز والميدالري كولكتد تبيولز. جوه كل هذه السيل في اكياس. جوه السيل فيسموها اكياس جوه انتو اجسام جوه السيل. اجسام انجليزي سوم دي اسمها اندوزومز. هذه الاكياس الاندوزومز تحتوي على اندوزومز تحتوي على ايه؟ على ووتر شانلز. تحتوي على ووتر شانلز بروتينز اسمه ايه؟ اكوا فورين. وأقوى فورين 2. كلمة أقوى باللاتيني يعني المية. فورين فور فتحات. إيه الهرمون؟ ده الهرمون اللي بيعمل فتحات في السن بريك عشان يعدي مين؟ الأقوى المية. بابا تاني الـ ADH يعمل إيه؟ من خلال الـ V2 ريسبتورز اللي موجود according to the osmotic gradient. ولما اسحب الميه من التبيوز ادخلها جوه الانفستيشن هيحصل ايه في الميه اللي ماشيه عندي هنا؟ هيحصل فيها ايه؟ هتقل. بسحب ميه على طول، بسحب ميه، بسحب ميه. هيحصل فيها ايه؟ هتقل الميه فتعمل انتي دايوريسيس. لو ما كانش في اي دي اتش والميه نازله عندك كده هل الميه هتخش جوه هذه الانترستيشن؟ نيفر. وتنزل بعد كده ويعمل دايوريسيس. دي هنقولها لما نتكلم على الديستربنس بتاعت الاي دي اتش سكريشن. في حالات ان مفيش اي دي اتش، مفيش في 2 شغال، مفيش اكوا بوين 2 في السلم بريك، مفيش دخول ميه، الميه تنزل، فالعيان يجي له ايه؟ يجي له سيفير دايوريسيس. يجي له في اليوم بيعمل لك 30 40 لتر ميه في اليوم. ليه؟ عشان مفيش هذه الاقوى بوينت. ماشي مش ماشي؟ يبقى نمبر 1 على فينا تيوبلا سيستم ثرو في 2 ريسبتورز ويتش اكت ثرو سايكليك ان بي. زي سايكليك ان بي ويل كوز ترانس لوكيشن اوف ووتر شانلز اقوى بوينت 2 فروم ذا اندوزوم تو ذا سيل ميمبرين. Allowing the passage of water into the cell الأول، cell into the interstitium helped by osmotic gradient into antidepressants. عمل غلطة الـ ADH fatal mistake.
ستيك العالم. لما سحبنا مية احنا اتفقنا ان هي نازل عندك حاجات الصالح والطالح، حاجات مفيدة واللي غير مفيدة. سحبت المية حصل ايه في تركيز السوليوس اللي هنا؟ زاد التركيز. ده انتوا خدتوا السنه في السنتريشن ان في هرمون جبت سنته النهارده اسمه اردوستيرون. كان بيعمل اردوستيرون؟ كان بيعمل ايه؟ بيسحب الصوديوم ده. بيسحب الصوديوم، الصوديوم هي ابزوربشن اند اهم من كده اند بوتاسيوم سكريشن. يسحب صوديوم يطلع بوتاسيوم. كان بيسحب ايه؟ 3:2. لو انا ما قدرتش اطلع بوتاسيوم هل ممكن اسحب صوديوم؟ الميكانيزم ده عباره عن كارير. الكارير ده له 3 اماكن هنا بتوع الصوديوم واثنين بتوع البوتاسيوم، اثنين بتوع صوديوم كانوا بوتاسيوم. هذا الكارير لو ركز عليها الميكروباص، لو في مكان فاضي يطلع الميكروباص ما يطلعش، لازم الخمسه اكتملوا. لو بوتاسيوم مش هيطلع الصوديوم مش هيخش. والصوديوم ده مهم جدا، ده فور لايف. ليه فور لايف؟ ده هو ده وجوده في الدم هيحافظ على الميه معاه، هيحافظ على بلاد فوليوم بلاد بريشر. ايه الغلطه اللي عملها الاي دي اتش؟ ان سكندري تو ابسوربشن اوف ووتر. يبقى الاي دي اتش كوزز ووتر ابسوربشن. leading to increased concentration of potassium. قاعد اسحب ميه اسحب ميه اسحب ميه، ايه اللي حصل؟ البوتاسيوم اللي عندي جوه التيوبر فلويد اللي هيبقى يورين هيزيد في الكونسنتريشن. هل ممكن انفع اسحب الصوديوم واطلع بوتاسيوم بجسم الطبيعي بتاع الالدوستيرون؟ لا يمكن. ليه؟ ده انا حطيت جبل البوتاسيوم في بين التريبيوت. يجي يطلع البوتاسيوم ضد هذا الجبل، هذه الميكانيزم والبي فين؟ مفيش مجال للخط، سبحان الله. يبقى لو الاي دي اتش increases water absorption leading to increased concentration of solutes، كل solutes من البوتاسيوم. This high level of potassium in the urinary tract. هيعمل ايه urinary potassium؟ Will antagonize potassium secretion. هيعادل وهيمنع antagonize potassium secretion. ولو البوتاسيوم ما خرجش الصوديوم مش هيخش. فيعمل ايه؟ To correct this defect. الـ ADH بيعمل ايه؟ يجي على الميكانيزم اللي بتعمل صوديوم ريابسوربشن وبوتاسيوم سكريشن، يعمل فيها ايه؟ ويل ستيميليت بوتاسيوم سكريشن، ويل ستيميليت بوتاسيوم سكريشن. تو انتاجونايز اتسيتات. كلير مش كلير النقطة دي؟ يبقى هو غلطته لما سحب مية ركز البوتاسيوم. البوتاسيوم العالي ده هيمنع البوتاسيوم اللي يطلع من انتستيشن فلويد يخش على الايه؟ بين التبيوز عشان اتخلص منه. بزق البوتاسيوم واسحب بدل الصوديوم. ولو فاهمين من السنه اللي فاتت في السيركيليشن، انا عندي البلاد صوديوم 135 ل 145 مللي اكويفلنت، لكن كان عندي البوتاسيوم كام؟ كان من 3.5 ل 5.5. ده لو وصل 8 يبدا الاريزميا، لو وصل 11 يعمل فنتيكولار فايبريشن وديس. يعني لو زاد بس ايه؟ 6 مللي اكويفلنت، مش حاجه كبيره. عشان كده البوتاسيوم ده المادة الديليتيريس، مادة خطيرة، مش عايز أخليه. ميجا بيتخلص منه طبيعي بدون أي مشاكل بإيه؟ الأردوستيرون. يعني الصوديوم ريأبسوربشن وبوتاسيوم سكريشن. لما أنا زودت البوتاسيوم جوه مينا التبيوز مش قادر هذا الأردوستيرون يعمل بوتاسيوم سكريشن، اللي لقى قدامه جبل من البوتاسيوم. فيعمل الـ ADH in order to correct this defect. هذا الـ ADH will stimulate potassium secretion to antagonize this effect. في حصل حاجة محدش سألني وما فيش فيها. ايه هي؟ رقم 3. بص على الرسمة هنا. الـ ADH عمل water reabsorption. Water reabsorption. Water absorption. حصل ايه في الـ water في الانترستيشيا؟
زاد. ولما الووتر زاد في الانترستيشن الاوزموتيك بريشر بتاع الانترستيشن فلويد حصل فيه ايه؟ قال هل ممكن هيقدر يسحب البايب هنا؟ مفيش مجال للخطا. الجبري هتعمل بالفسيخ شربات ازاي؟ رقم ثلاثة في الميدالي كولكتد ديبيوز التالتة سحبت مية سحبت مية سحبت مية ركزت مادة ديليتيريس اسمها يوريا عملت ايه اليوريا لما زادت هنا؟ الـ ADH استيميليت او انديوس حاجة اسمها يوريا ترانسبورتر. يعني ايه يوريا ترانسبورتر؟ حطلك في السيل ميمبرين بتاع جهاز الميدالي كولكتد ديبيوز يوريا ترانسبورتر 1 عامل ايه هذه الترانسبورتر 1 هيلب ترانسبورت اوف يوريا من انسايد ذا ميدالي كولكتد ديبيوز انتو ذا انترستيشن. اليوريا دي عباره عن سوليوس عملت ايه في الاوزموتيك بريشر؟ زي الاوزموتيك بريشر سو helping more water absorption. اليوريا المادة اللي هي البرودكت بروتين ميتابوليزم المادة اللي هي الديليتيريس مادة سيئة جدا خليتها هذا الـ ADH بالجدني حولتها لمادة مفيدة. ليه؟ إن هذه اليوريا لما التحت جوه الانترستيشن زودت الاوزموتيك بريشر باك اجين تو هيلب مور اند مور ووتر بيابسورشن. فيلم سينمائي مش ممكن ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ سبحان الله. عمل حاجه لقيت ايش؟ عمل ديفكت صلح الديفكت عشان كده هذا هو الاكشن اوف سيس اي دي اتش اون فينا تيبل سيستم. طب على فينا فاسكولار سيستم يعني ايه؟ على فينا فاسكولار سيستم من خلال الفي 3 ريسبتورز. وبتعمل ايه ده الفي 3 ريسبتورز؟ يس بتعمل ايه الفي 3؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ مشكور بتعمل ايه؟ بتزود البروستات لاند هيزود تصنيع بروستات لاندن اي 2 في بايوكيمستري. اي 2 ده بتاع الاي دي بيفاصل زايليت البروستات لاندن. ركز معايا هنقول بعد نص دقيقه على الفاسكولار سيستم الاكسترا مين من خلال الفي 1 بيعمل ايه هذا الاي دي اتش بالفي 1؟ الفي 1 بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الفي 1؟ اصبر بتعمل ايه؟ بتزود الانترسيلر كالسيوم. بتعمل ايه في البلد فيسلز والروبا زبون؟ لما زود الكالسيوم جوه سموث ماسل والبلد فيسل تعمل كونتراكشن تعمل فاز وبرستريكشن ترفع البريشر حاجه كويسه. هو بيرجع ميه ويرفع البريشر حاجه جميله. بس على حساب مين؟ كل الارتز الموجوده في الجسم فاز وبرستريكشن بما فيها مين؟ يمين الارتز. هل ينفع الكلام ده؟ ده من خلال الميكانيزم كلها بيظبط كل حاجه. لما اقطع الدم مع عن الكدني مفيش هنا بيفيوجن مفيش مجال للخطا. هذا الفي 3 البروستاجلاند ركز بقى معايا اللي هي فازو بايليت بروستاجلاند اي 2 تعمل ايه هذا البروستاجلاند فازو بايليت؟ تعمل لك حاجه مهمه جدا تعمل فازو بايليتيشن لمين؟ للبلاد فيسلز توسع البلاد فيسلز اللي هي كان حصل لها كونستريكشن من خلال الفي 1 فانتو مينتين كيدني بيرفيوجن ويز بلاد. مهم جدا جدا بنسميها ايه؟ لوكال نيجاتيف فيدباك. بس بقى يعني ايه لوكال نيجاتيف فيدباك؟ الاي دي اتش من خلال الفي 1 بيعمل فاصل كونستريكشن قال لي لقينا بيرفيوجن اوف بلاد في الكيدني ده بيطلع من خلال الفي 3 بروستات لاندن اللي تعمل فازو دايليتيشن. يبقى خلي بالك الاي دي اتش بيعمل فازو كونستريكشن وطلع بروستات لاندن اللي عامل فازو دايليتيشن عشان ترجع الايفكت بتاعه على البلاد فيسلز فبيسموها لوكال نيجاتيف فيدباك. هو مش بيقلل الاتش سكريشن هو بيقلل الايفكت اوف اي دي اتش على البلاد فيسلز بيسموها لوكال نيجاتيف فيدباك. يبقى على مين الباسكولار سيستم من خلال الفي 3 ريسبتورز انكريز بروستاجلاندين برودكشن فازو دايليت بروستاجلاندين اي 2 which cause local negative feedback it cause local vasodilation
اسمها ADH Other Blood Deficiency. على الفاس بلاد سيستم في كلمة واحدة من خلال الـ V1 Receptors Increasing Intracellular Calcium بيعمل Generalized Vasoconstriction. ولما اعمل Constriction كل Blood Vessels Acid Blood Pressure هينفع It increase the drop of the blood pressure. خلي بالك السنة اللي فاتت في السيركيليشن كنت خدت وضع فاكس افكتر تير بلاد بريشر في حالات الهيمورج بالترتيب بيشتغل مين؟ السريع جدا قوي رينال انجيوتنسين سيستم على طول السمباثيك يشتغل من خلال الالفا 1 ريسبتور يعمل فازو كونستريكشن فيرفع بلاد بريشر. رقم ثلاثه يشتغل الاي دي اتش يعمل فازو كونستريكشن يبقى الايفكت بتاعه بيكون سموات ليس زاد البرايمري افكت بتاع الرينال انجيوتنسين سيستم و رقم 2 السمباثيك نيرفس سيستم. يفضل اخر كلمه اللي هي في حالات الاستريس. ركز بقى معايا. حالات الاستريس التكمله اللي انا كاتبها على الصوره. في حالات الاستريس ادي نيرفس ستريس، سايكولوجيكال ستريس، تروما، خبطه، بين. انا عايز احافظ على البلد بريشر وعايز احافظ على الدم اللي وصل للمخ. يعمل ايه هذا الـ ADH اللي هو كان co-secreted مع الـ corticotropin releasing hormone؟ كان يعمل ايه؟ هذا الـ corticotropin releasing hormone طلع من الـ pituitary من الـ corticotropes ACTH طلع لي الكورتيزون اللي زود الـ blood pressure. سبحان الله طلع معاها الـ ADH من خلال الـ V3 receptor